الإشكالية عندها كما قلت بعد جيوستراتيجي، ولكن أيضا تظاهرة علمية أكاديمية، مؤتمر أكاديمي في إطار هذه الفعاليات، فعالية الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. بالطبع هناك نشاط رياضي، بالطبع هناك نشاط ثقافي، ولكن أيضا النشاط العلمي الأكاديمي حاضر في هذه الفعاليات. إشكالية مهمة، وإحنا هذه المرافقة تجسد لأول مرة بتأسيس أول مجمع جزائري لأسماء الإعلام. هذا يعني المرافقة المؤسساتية أعطت ثمرة لأول مرة في الجزائر على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المغربي، هناك مجمع جزائري لأسماء الإعلام، تخصص مهم جدا.